جنو توكس. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم متابعي جنو توكس. سنتعرف في هذه الحلقة على كيفية استخدام كاميرا الهاتف ككاميرا حاسوب من اجل محادثات الفيديو والتصوير، وذلك من خلال برنامج درويد كام. هذا برنامج متوفر على نظامي الهاتف اندرويد واي او اس. اما بالنسبة للانظمة الحاسوب فهو متوفر فقط لنظامي جنو لينكس وويندوز. جميع نسخ البرنامج هي مغلقة المصدر عدا المخصصة لنظام جنو لينكس، فهي مفتوحة المصدر برخصة جنو العمومية. الآن سنرى الخطوات التي يجب اتباعها لتثبيت البرنامج على نظام جنو لينكس. أولا سنفتح موقع البرنامج، ثم نختار لينكس كلينت، ثم انستال. بعدها نقوم بنسخ ولصق هذه الأوامر تباعا. الأمر الأول يدخلنا إلى مجلد TMP. الأمر الثاني هو أمر تحميل البرنامج. الأمر الثالث هو للتحقق من سلامة الملف الذي تم تحميله، وذلك يتأكد من خلال كلمة أوكي عند انتهاء عملية الفحص. الأمر الرابع لفك الضغط عن ملف التثبيت. والأمر الخامس والأخير هو لتثبيت البرنامج. بعد التثبيت يأتي دور الهاتف. نفتح متجر البرامج على هاتفك، ثم تكتب درويد كام، ستجده بهذا الاسم. بعد التثبيت تقوم بفتح البرنامج، ستجده على هذا الشكل وبإعدادات افتراضية والتي هي عبارة عن عنوان اتصال وبوابة دخول ليستطيع تطبيق عرض كاميرا الهاتف. نعود الآن إلى الحاسوب وطرفية النظام. نقوم بكتابة اسم البرنامج درويد كام. ستنبثق هذه النافذة ويجب التأكد أن بها نفس عنوان الاتصال والبوابة المتواجدتان على الهاتف، كما يمكن تفعيل كاميرا أو الميكروفون كل واحد على حدة أو كلاهما معا. من خلال الخيارات الإضافية يمكن التحكم في مستوى تقريب الصورة أو تركيزها. نضغط الآن على Connect، وها قد تم الاتصال وظهرت الصورة على الهاتف. يكفي الآن تشغيل أي برنامج لعرض الكاميرا على الحاسوب، وها أنا أمامكم الآن. وبهذه الطريقة لن تحتاج إلى شراء كاميرا بعد الآن، أو في حالة تعذر عليك توفر كاميرا، فهي طريقة سهلة وبسيطة وعملية. أتمنى أن تكون الحلقة مفيدة لكم. شكرا لكم على تشجيعكم، وإلى اللقاء.